يكن كلامكم نعم نعم ولا لا. اللسان يرتكب أكثر من 100 خطية. بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فصار الكلام عمل إنساني مرتبط بيوم الدينونة. كلامك وصلواتك اللي في المخدع يمكن أن تبررك. إن كان الكلام من أجل الله فهو جيد، وإن كان الصمت من أجل الله فهو جيد. بقت الحكاية الهدف اللي ورا الكلام، الهدف اللي ورا الصمت. سكت لسانك ليتكلم قلبك، وسكت قلبك لكي يتكلم الله. ليكن كلامكم قليل وواضح وصريح ومحدد، لأن الكتاب يؤكد أن كثرة الكلام لا تخلو من معصية. خلي دايما لسانك منضبط عن طريق العقل. يعني قبل ما تتكلم فكر كويس، ما بيش كلام عمال على بطال. ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. فكر قبل ما تقول الكلمة، ده ممكن كلمة تجرح إنسان، كلمة واحدة، وممكن كلمة تنقذ إنسان من بالوعة اليأس، كلمة واحدة. اعرف دايما امتى تتكلم وامتى تسكت. والوصية تقول ايضا في سفر الامثال: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها او في اوانها. حاول ان تحفظ ايات واقوال الاباء اللي بتكون شاهدة على كلامك. كل ما تعمله اجعل له شاهدا من الكتاب يؤيده. دي من عبارات القديس أنبا أنطونيوس. حاول تتعلم من الآخرين اللي بيتكلموا. الإنسان اللي عايز يحفظ كلامه نعم نعم ولا لا، يستطيع أن يرى مساحة بيضاء في كل آخر وفي كل حدث وفي كل موقف. ودائما اللي حجته ضعيفة يستخدم ألفاظ قاسية.